تفضل فوت. أسيل، ممكن أحكي طبعاً. معي؟ تفضلي تفضلي. عادي حبيبتي. شكراً مدام نيفين، شكراً، الوردات كتير حلوين. العفو يا قلبي، العفو، فرحت كتير إنهن عجبوكي. أسيل، بتشكرك كتير إنك إجيتي مع ابني مراد على العرس. شو هالحكي هاد، واجبي، أصلاً أنا اللي بدي أتشكرك، استضفتيني عندك وعاملتيني كأني بنت من بناتك. أسيل حبيبتي، أنا حبيتك فوق ما تتخيلي، عن جد حبيتك من أول ما شفتك، يعني هيك دخلتي قلبي فوراً، ومع الوقت عرفت إنه روحك حلوة تماماً مثل شكلك يا روحي. كتير خجلتيني، وأنا كمان حبيتك. آه بنتي، تعرفي إني دعيت كتير لدرجة إني شوف عرسه لابني مراد؟ الحمد لله والشكر، الله تقبل دعائي بالأخير. تعرفي أسيل، هاي أول مرة بحياتي بشوف ابني مراد ماشي مع صبية حلوة، وفرحانة من كل قلبي لأنه نقاكي أنتي، وإن شاء الله ما بتتفارقوا أبداً وبتعيشوا سعيدين على طول إن شاء الله. أنا جبت لك هدية صغيرة. ليش معزبة حالك؟ بتمنى تعجبك، وكل ما حطيتيها تتذكريني فيها يا روحي. تاخد العقل يسلم إيديكي. سويت لك ياها هيك تمام؟ لحتى تحمي بنتي الحلوة من العين. ما رح أشلحها من إيدي لأنه منك. يلا رح أتركك تجهزي حالك تمام؟ ما تتأخري، ناطرتك. ايه بشوفه. وهي العلبة خليها هون. كلك ذوق. طالعة حلوة كتير. وانت ماشي حالك؟ ايه يعني حاولت جهدي يكون مناسب لجمالك. بس في شي ناقص. صار فيك تقول عنا ثنائي، معناتها فينا نمشي. بس ثانية، جاهزة؟
ايه يعني برأيي لو منمسك ايدين بعض منكون مقنعين أكثر، عندك شي مانع؟ لا، بما أنه بلشنا بتمثيلية لازم نعطيها حقها. أوكي. بالمناسبة الأسوارة كتير حلوة، خرزة زرقاء وغيره، لازمك طبعاً. هدية من أمك. عم تحكي عن جد؟ ليكي والله، إمتى لحقت تجيبها؟ قال أول مرة بحياتها بتتعرف على رفيقة لمراد. طبعاً حياتي، أنا مو معقول عرفها على كل البنات، أنت أول وحدة. مع هيك ما بنحسب الأولى لأنه عرفتني من باب التمثيل. يعني فينا نقول هيك. تاخد العقل أمك على فكرة. لو ما حبتك كنتوا نتفتوا بعض، بس منيح حبتك. أنا ماني بنت ما بتنحب. إيه طبعاً، يعني إذا ما شافوكي وأنتي عم تجعري كمان. عم سيطر على الموضوع بلا غلاصتة. منتبه، منتبه كتير. لهذا السبب بتشكرك من كل قلبي لأنه عم تحاولي. ما علينا، خلينا نخلص من اليوم. أي تمام، منبلش معناتها؟ منبلش.